بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في اليهود: يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. قد تكلمنا على هذا في الحلقة الماضية، سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: اسمع، أي اسمع كلامنا غير مسمع. يدعون عليه بعدم السمع وأن يأخذ الله سمعه، وإن كانوا في الظاهر يريدون أن غير مسمع ما تكره، ولكنهم في عقيدتهم ونيتهم أنهم يدعون عليه بعدم السمع وأن يرفع الله سمعه، هذا ما يريدون. واسمع غير مسمع. وراعنا، ظاهر اللفظ أنهم يطلبون من الرسول أن يراعيهم بأن يمهلهم حتى يسمع كلامهم ويرد عليهم، وأن ينتظر حتى يفرغوا من كلامهم. وهذا لا بأس به لو كان هذا هو المقصود، ولكنهم يريدون معنى غير هذا. يريدون أن راعنا مأخوذ من الرعونة، ويصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه راع، أي فيه رعونة. فهم يريدون غير ما يظهر من اللفظ، هذا تحريف للمعنى. راعنا ليا بألسنتهم، يعني يلوون، كما قال الله جل وعلا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فهذا من لي اللسان، وهو الكلام الباطل الذي يستر بستارة من الحق. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، طعنا في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وجحدا لشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أي أن الذي حملهم على هذا الصنيع القبيح أنهم يطعنون في الإسلام، ولا يزالون يطعنون في الإسلام إلى وقتنا هذا. وقد سمعتم ما صدر منهم من وصف الإسلام بأنه دين إرهاب، وأنه دين تكفير وكراهة للبشرية، وإلى غير ذلك مما يقولون في وقتنا الحاضر. فهم لا يزالون على هذه النظرة الخبيثة نحو الإسلام والمسلمين، وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. يقول الله جل وعلا: لو أنهم صدقوا في كلامهم ووافق ظاهرهم باطنهم، ووافقت عقيدتهم ما ينطقون به من الحق، ولم يظهروا شيئا ويخفوا ضده، لكان هذا خيرا لهم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل سمعنا وعصينا، لأن المؤمن يقول إذا دعي إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وفي آخر سورة البقرة ذكر الله عن المؤمنين أنهم يقولون سمعنا وأطعنا: غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا قول المؤمنين. أما قول الكفار فيقولون سمعنا وعصينا، سواء تكلموا بهذا بألسنتهم أو أنهم يضمرون هذا
في نفوسهم، فالحكم سواء، فمن أضمر المعصية والمخالفة مثل الذي نطق بها أو أشد، لأن الذي نطق بها صرح وعرف، لكن الذي يضمر المخالفة بقلبه هذا منافق، وهذا أخطر على المسلمين. وهذه من صفات اليهود، النفاق من صفات اليهود، أنهم يخادعون ويمكرون، ويمكر الله، الله خير الماكرين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع، بدل أن يقول غير مسمع، اسمع يعني استمع ما نقول، ولم يردفوها بقولهم غير مسمع، بأن يدعو على الرسول صلى الله عليه وسلم، اقتصروا على الكلمة الصحيحة، وراعنا. ولو أنهم قالوا بدل راعنا قالوا انظرنا، لأن كلمة انظرنا لا تحتمل معنى سيئا، أما كلمة راعنا فهي تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى سيئا، وهم يريدون المعنى السيء. فلو أنهم عدلوا عن اللفظ المحتمل إلى اللفظ الصريح الذي ليس فيه خداع لكان ذلك خيرا لهم. وهكذا المؤمن يجب أن يكون كذلك. ولو أنهم واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم من أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويستعملون الألفاظ على غير ما يراد منها. لو أنهم لزموا الحق ظاهرا وباطنا لكان خيرا لهم عند الله جل وعلا، وأقوم طريقة، وأهدى سبيلا. وهذا سبيل المؤمنين، أنهم يتكلمون بالكلام الحق ويعملون العمل الصالح، وظاهرهم وباطنهم سواء، لا خداع فيهم ولا مكر. ثم بين سبحانه وتعالى ما هو الذي حملهم على هذا التصرف الخبيث، وهو أن الله لعنهم. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فالسبب في صدور هذه التصرفات القبيحة منهم أن الله أبعدهم من رحمته، وأبعدهم عن الحق بظلمهم وعدوانهم عقوبة لهم، ولكن لعنهم الله. ولذلك قال بكفرهم، أي بسبب كفرهم. الله سبحانه وتعالى حكم عدل، إنما يجازي الناس بأعمالهم، فيجازي الكافر بكفره، ويجازي المؤمن بإيمانه، ولا يجازي الكافر بجزاء المؤمن، ولا يجازي المؤمن بجزاء الكافر، بل إنه سبحانه وتعالى يجازي كلا بعمله. فهؤلاء اليهود لعنهم الله بسبب كفرهم، وطردهم وأبعدهم من رحمته. فاليهود والنصارى ملعونون، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، حرمهم الله من الإيمان، ولا يكون عندهم إلا إيمان لا ينفعهم عند الله سبحانه، لأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه، يزعمون أنهم يؤمنون بالتوراة والإنجيل ولكنهم يكفرون بهما، لأنهم جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهي في التوراة والإنجيل. فهم يؤمنون بما يصلح لهم ويوافق أهواءهم، ويكفرون بما يخالف أهواءهم، كما قال تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.